السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. من أول يوم لينا في المركب في غينيا بنحمل بضاعة البوكسيت بتاعة 2016 اللي أنا كنت شغال عليها زمان. هنتابع بقى الحلقة بتاعة أول يوم لينا في المركب ونشوف إحنا بنعمل إيه. أهلا وسهلا بيكم، اعمل سبسكرايب لايك واشترك في القناة وتابعني على طول الأيام اللي جاية. أول حاجة كده في البداية ده تغيير العمال اللي هنا طبقا للآيس بيسكوت بيغيروا. بيبقى فيه لخبطه فهنقول ليه، خليك معايا مكمل. صباح الخير، ولسه من اول ايام لينا على المركب. ان شاء الله باذنك يا رب هتعرفوا كل حاجه هنقولها ازاي. اهم حاجه واسهل حاجه انك تعرف مركبك في الاول وفي الاخر. ليه؟ لان دي هي الحاجه الوحيده اللي هتسهل عليك شغلك، وانت اساسا طالع المركب عشان تسهل شغلك، صح؟ فخلينا نشوف ازاي هنسهل شغلنا. عملت سبسكرايب؟ لسه، روح اعمل سبسكرايب. في حاجات لما بتطلع المركب لازم تركز عليها عشان هي دي اللي هتوصلك للنقطة اللي انت عايز تخلصها. اهم حاجة عندك انك تستلم شغلك الاول صح، وبعد كده تركز على النقط دي، مش الاول تركز على النقط وبعدين تستلم شغلك، لان هتستلم حاجات الاول هي اللي هتوصلك انك تفضل ورا النقط دي لحد ما تكتشفها. كل ما باجي استلم مركب ببقى مركز على بعض التفاصيل اللي هي في شغلي، بس بحب اعرف كمان تفاصيل تانية اخرى. بمعنى ايه؟ هي الشهادات اللي انا لازم اركز عليها في الوقت الحالي اللي لازم تتجدد، فبدخل على الحكاية دي وبشوف ايه هي. طبعا زي ما قلنا ان اهم حاجة هي الاستلام، بس لما يكون عندك وقت. انا كان عندي وقت بس قليل. ليه؟ عشان احنا دلوقتي خارجين وهنبدأ الطج هو ستاند باي وعلى تكة ونبدأ نمشي من هنا من غينيا. بس هنكمل ليه؟ إننا لسه أول أيام على المركب. زي ما احنا شايفين احنا على رصيف البوكسيت. البضاعة دي طبعا لها بخت معايا كبير جدا، سنة من السنين كنت أنا بس بشيلها هي، فالنهاردة هو رجعت لها في أول يوم ليا بشيلها تاني من البضاعة الوحشة جدا اللي ما بحبهاش. بس زي ما احنا كنا حكينا عنها في فيديو بروح اتفرج عليه، فيديو هيعجبك جدا، منه اللي هي بتدخل في ايه وكده. فهنا المينا واحنا طبعا رابطين. متطلباتهم هنا ان انت تربط 6 حبال، 2-4 في الهيد لاين و 2 برضه هيد لاين. يلا بينا. بكده بنبدا نتحرك من غينيا وعلى طريق السلامة ان شاء الله باذنك يا رب. هنبدا اول رحله لينا على ان شاء الله باذنك يا رب تكون رحله خير، وتابعونا للنهايه. لسه ما خلصش الفيديو خلي بالك، بس روح اعمل سبسكرايب ولايك عشان ده مهم بالنسبه لي. بعد ما خلصنا الرباط والمركب بدات تتحرك، هشوفكم بكره واقول لكم بقى الحكايه تبتدي ازاي في التسليم. يا اهلا، كمل معايا ارجوك للنهايه. بص بقى، خلينا نبتدي مع بعض صح. انت اول ما بتبدا في البحر بتحس ان الموضوع صعب جدا، وتحس ان انت كمان ايه ده وايه دول وفين ديت وفين دي. انا زي ما قلت لك في فيديو، انت لازم تحط النقط اللي انت هتوصل منها للحاجه اللي انت عايزها، والحاجه اللي انت عايزها مش لازم تحط كل تركيزك عليها. يعني مثلا انت لو كظابط تالت او ظابط تاني او ايا كان رتبتك على المركب، فلازم تبقى عارف ايه الفايلات اللي انت هتبتدي بيها وايه المعدات اللي انت هتبتدي بيها. المهم فالمهم فالاهم زي ما بيقولوا يعني. بس مش لازم برضه لو في مثلا حاجه ظهرت ان انت خلاص قدامك يومين ثلاثه وهتوصل المينا اللي جاي، يبقى كل السبوت قدامك دلوقتي مفيش اي حاجه غير انك توصل للحكايه دي. لكن قدامك رحله طويله هيبدا كل الفايلات اللي انت عايز تبص عليها هي الاهم. فانا بعمل ازاي؟ انا بجيب مثلا الفايلنج سيستم بتاع المركب
وبجيب اخر حاجات زي ما قلت لك قبل ما اطلع من المركب ايه هي اللي بتبص عليها، وابدا احطهم الاثنين قدام عيني. وبخبرتي القديمه مثلا في التفتيشات ببدا احط نقط كده معينه اشوفها ما اشوفهاش، اروح عليها ولا لا، وبراجع كل حاجه بدقه. يعني معايا اسبوع كده ولا 10 ايام على بال ما اخلص الموضوع ده، افوق بقى بعدها العقد كله. فزي ما قلت لك بسميها ايه، بخطف المركب قبل ما المركب تخطفني واقع في مشاكل كتير. لحد ما اخلص عقدي بقى ببدا بقى ايه، ارتب 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 ارتب. بس اول 10 ايام الحق الاشياء الغلط، هو ده المهم عندي. خليني اتمرن وارجع تاني اشوف كنتم عايزين ايه في موضوع اللي هو اول ايام على المركب دي. تابعني زي ما قلت لك كل مره هفكرك، اهم حاجه الاشتراك على القناه عشان الايام الجايه عندنا حاجات كتير جدا باسلوب احلى من اللي فات. سلام، نكمل بقى في حاجات تانية كتير. الحمد لله على السلامة في البحر في أول أيامنا. يا سلام يا أخي، الواحد يروح يغيب وهو يرجع برضه يلاقي نفسه زي ما هو هو، في شيء ثاني. لا إله إلا الله، الشغلانة دي سبحان الله بقت صعبة جدا فعلا والله. ركز معايا بقى شويه دول. انا اول ما بطلع زي ما قلت لك بجيب الفايلات وببدا استلم حاجه بحاجه، وببدا اوزع بقى طريقه الاستلام على الحاجات التانيه. انا مش هطول الفيديو ده، انا هعمله بس شويه صغيرين كده لان دي اول ايام، بعد كده هتتابع معايا بقى ازاي هنعمل الانسبكشن على الحاجات التانيه قدام. فانت لازم لما بتطلع تستلم بتستلم الهاند اوفر بتاعتك شويه كويسين، وتبدا تبص على الحاجات الاكسباير ديت زي ما انا قلتها، وتبدا تبص على الفايلات اللي هي موجوده ما دام دي اول ايام ليك في المركب، وتبدا تستلم الحاجات بتاعت البريدج وبالاخص الاكدس، تعرف ايه هو وما تسيبوش فات لما تكون عارف البوينتس ايه اللي موجوده فيها، والفويج بلان بتاعتك والاوراق المطلوبه والقصص الطويله العريضه اللي احنا حكينا بيها في الفيديوهات. استمتعت معايا؟ كمل. في اول استلام الورديات كده بيبقى ايه الجو لطيف كده، ايه على المركب لسه انت بتتعرف على الحاجات وبتتعرف على الحاجات اللي غايبه، وتبص كده مثلا تشوف الناس شغاله بتعمل ايه زي كده مثلا. طبعا مش هينفع نجيب بالصوت. فالجو زي ما انت شايف كده اهوت، احنا عدينا من هاي ريسك اريا وبيبداوا يلموا الحاجات اللي هي كنا حاطينها الريزر واير. تعالى بقى نبدا بقى ايه، نشوف بقى ايه الحاجات بتاعت السيفتي الاول بقى، فنبتدي بيها. لازم بقى اول ايامنا كده ناخد لفه على الحاجات ونشوفها كلها بقى ايه الغلط فيها وايه الصح فيها واللي المفروض يتعمل. بس يعني دي اول ايام كده ايه، نبدا بقى نلف على المركب ونبص على الحاجات كلها. كل حاجه عشان ده مهم جدا، معرفه الحاجات بتاعتك الاول، فلازم تبص على من الحاجات المهمه اللي لازم تعملها اول ما تطلع كده من البدايه. زي ما قلت لك تقرا الهاند اوفر بتاعتك وتشوف الديتيلز اللي كاتبها السيرد اوفيسر او السكند اوفيسر اللي قبل منك حسب انت مطالع قد ايه، او حتى الجونيور اوفيسر يكون ممنشن لك شويه حاجات بتبدا تاخد بالك منها. بعد كده يا باشا بتجيب ورقه بتاعت بتطلبها من السيرد اوفيسر او السكند اوفيسر حسب الناس اللي انت بتبدل منهم، خصوصا في الجونيور اوفيسر، ورقه كده بالليست بتاعت الحاجات وتبدا تبص عليها. يا تعملها انت يا يعملها السيرد اوفيسر او السكند اوفيسر اللي قبل منك، عملها ماشي ما عملهاش انت بتبدا تعملها. كل الحاجات الاكسباير والمماكن والريماركس وبدات امتى وهتنتهي امتى زي ما انا عملت كده بالظبط. بعد كده بتبدا تظبط. بص معايا هنا ورقه زي دي بالحاجات اللي ناقصه في المركب، تبدا تحطها كده وتشوف ايه مثلا ايه اللي ناقص. شوف انا لسه بكتب فيها، فببدا ابص كده في المركب كده ياخد لي اسبوع ولا اسبوعين ابدا اظبط حالي. لو في رحله طويله، لو رحله قصيره برضو تستغلها اربع خمس ايام مثلا، كل يوم تنزل لك ساعه ساعتين هتلم الموضوع كله وتكتشف حاجتك كلها وتعمل طبعا جرد لكل الحاجات. نرجع تاني بقى ونقول تبدا بقى تظبط الريكوزيشن بتاعك زي ما انا عامل كده، تحطهم في ورقه خارجيه الاول بالارقام من الانبا، الحاجات بتاعت الامبا كلها اللي احنا بنعمل عليها ريكوزيشن. وشوف فيديو الريكوزيشن اللي انا عملته، اعمل سبسكرايب ولايك عشان ما تنساش برضو ايه نفكرك على طول. وفي اول ايامك تبدا ترتبهم كده، كل يوم تعمل لك شويه حاجات الحاجه اللي تكتشفها ناقصه تبدا تبص عليها، وتراجع الريزوليوشن بتاعت كل حاجه وايه الجديد اللي نزل من سولاس والابديت، وتخش على المواقع بتاعت الاي ام او وتشوفها. كمل معايا. في اول الايام كده بنعمل تشيك على الانفنتوري بتاعنا بتاع كل حاجه ونبص عليها.
المهمة الأول، يعني أنا جايب حاجات الهليكوبتر أهوت زي ما وريتكم هناك، وبعدين نشوف المعدات بتاعة الفاير بتاعتي والفاير مان أوت فيت، وأعمل جارد لكل حاجة الأول وبعدين أرتبهم ترتيبة كويسة. صباح الخير. بكده احنا هنقف بقى ونوقف الحلقات شوية وندخل في حلقات تانية. يبقى احنا عرفنا أول أيام بنعمل فيها ايه، عشان بس أنا حاسس إن احنا طولنا أوي وحكينا كتير. لسه الموضوع طويل. أنت زهقت؟ أنا ما زهقتش. خليك معايا بقى للنهاية عشان نظبط الدنيا. الحلقة دي لو عجبتك اعمل سبسكرايب ولايك وإعجاب واكتب تعليق واشترك في قناة التليجرام بتاعة الزباط بس، وروح على الانستجرام ولينكد ان وتيك توك، هتلاقيني في كل السوشيال ميديا والفيسبوك كلهم باسم واحد، محمود حمد. هلا والله بيك.